الشموع تبعث الروح والجمال في أي زاوية من المنزل، والشموع تساعد على خلق جو مريح وتوفر الاسترخاء والهدوء النفسي. الشموع بأشكالها وألوانها المختلفة تشكل تحفاً فنية غاية في الذوق والجمال. سمارم حكاية ميناء تجاري تأمه السفن المسافرة إلى الهند، هكذا سمت نفسها لتنتج شموعها الطبيعية ذات اللمسة الحضارية. السلام عليكم، عبد الله شهداد البلوشي، مسؤول قسم المبيعات في شركة سمارم الطلابية من الكلية التقنية العليا. نحن شركة سمارم نقوم بتصنيع شموع طبيعية صديقة للبيئة. كان استخدامنا لمسمى سمارم بحيث أنه كان معروف عندنا نحن، اللي هو ميناء سمهرم، اللي هو ميناء قديم وتراثي وحضاري. في الزمان كان له عدة أسامي، فمن واحد من هذه الأسامي اللي هو سمارم، فاستخدمناه بحيث أنه نحن نبرز السلطنة بشكل كبير، تكون واجهتنا هي عمانية بحتة. ومسمى الشمعة اللي هو أوركيد، حاولنا ندمج ما بين الكلمات ونشوف مسمى أنه يناسب الشمع بحيث أنه هو طبيعي وفي نفس الوقت يعني تكون له يعني اسم جميل. ففي النهاية طلعنا بمسمى أوركيد اللي هو مدموج ما بين الأورجانيك والكاندل. فهذه كانت فكرة أحد البنات اللي معنا في الشركة، فطلعت بهذا الاسم الجميل. تتميز شموع أوركيدل بنسبة ثاني أكسيد الكربون أقل من الشموع الثانية، وغير كذا نحن مشهورين في عمان بالبخور واللبان، يعني الريحة الطيبة في البيت. فجينا بهذا المنتج بحيث أنه يكون بديل. ليش؟ لأنه في عندنا مريضي الربو، يعني في ناس تعاني من الربو، فهذه الشموع هي بديلة للبخور، بحيث أنه مريض الربو لما يجلس في المكان ما يتضايق، أنه يحس بأريحية، أنه هذه ما تكون له شيء سلب عليه. فهذه الشموع هي بديلة وفي نفس الوقت كثير مفيدة وصحية. البحث عن المواد الطبيعية المناسبة لإنتاج الشمع، تخزين كميات كبيرة من الشموع، والتوفيق بين الدراسة والعمل، تحديات واجهت فريق شركة سمارم، لكنها لم توقفها بل دفعتها إلى إنتاج شموعها الجميلة. معكم فارس الحديدي من قسم العلاقات العامة من شركة سمارم طلابية قسم التسويق. بداية بتحدث عن الصعوبات التي واجهناها أثناء إنتاج الشمعة. تستغرق فترة إنتاج الشمعة فترة طويلة، مدتها تقريبا 6 ساعات، وأثناء حدوث أي خطأ نعيد تكرار العملية ونستغرق وقت أطول. من الصعوبات الأخرى التي واجهناها أثناء عملية الإنتاج هو عدم توفر مصنع خاص بالشركة، فذهبنا إلى مصنع الابتكار لإنتاج الشموع. ومن الصعوبات أيضا هو عدم معرفتنا في اختيار الخواص الفيزيائية المناسبة للمنتج، وبعد التحاليل في المختبرات انتقينا أفضل المواد الخام. قد شاركت الشركة في عديد من المعارض، منها معرضين تابعات لشركة إنجاز، ومنها كانت بتنظيم الشركة بالنفس، ومنها كان تنظيم شركات أخرى. من ردود الأفعال التي رأيناها من قبل العملاء أو من قبل الناس اللي كانوا يرتادون هذه المعارض، اكتشفنا بأن عديد من الأشياء كنا نحن قد تغاضينا عنها سابقا، والآن نحن تفتح أعيننا عليها. فكانت يعني حقيقة هذه المعارض تفيدنا في عديد من المجالات، كانت في شكل المنتج بالنفس من وإلى،
في كثير من الأشخاص خبرونا بأن إذا كان شكل المنتج يميل إلى التراث كان العملاء راح يعني ينال على إعجابهم وإلى آخره. في كانت في مجال ريادة الأعمال كيفية تقسيم الأدوار، كيف التسويق للمنتج، لأن لكل منتج تسويق خاص فيه، لكن هذا لم نكن نحن على دراية به. فالمعارض تفيد كثيرا في عديد من الأشياء، في أخذ ردود الأفعال، في أخذ الاستبيانات من العميل، وأيضا الاستفادة كيف أن نسوق لهذا المنتج وأن تطوير عمليات التسويق يوم بعد يوم. طموحات الشركة هي بأن نكون شركة رائدة محليا ثم ننتشر عالميا. أيضا نطمح بأن ينتشر منتجنا وهو أوركادل ليس فقط محليا في عمان ولا خليجيا، ينتشر سنة بعد سنة حسب خطتنا المستقبلية عالميا. أيضا نطمح بأن يكون لدينا مصنعنا الخاص في السلطنة، وإذا انتشرنا عالميا سيكون لدينا مصانع خارجية إن شاء الله. أيضا من خلال خطتنا المستقبلية بأن نكون شركة رائدة، تطرقنا بأن نقيم ورش خاصة للشركة في مجال ريادة الأعمال وفي مجال صناعة الشموع لنكون فعلا محترفين في هذا المجال. وفي النهاية أود أن أشكر الأستاذ فيصل خروصي مشرف الشركة على تعاونه معنا رغم أنه كان في أجازة صيفية. وإذا أردت أن تبحث بين الأصالة والاسترخاء ستجده في سمارم. شجرة مضرة على الإنسان والبيئة، ولها تأثيرها السلبي على المياه الجوفية والمراعي والحيوانات، كما أنها تلتهم الأشجار والشجيرات المحيطة حولها وتقضي على الرقعة الخضراء. أصبح إزالة هذه الشجرة مطلباً وطنياً لأنها انتشرت على مساحة هائلة جداً في السلطنة، فيما يقرب من 22 مليون شجرة. بعد إزالة هذه الأشجار انطلقت فكرة بصيص التي استغلت هذا الكم الكبير من أشجار المسكيت المزالة لتنتج منقيات طبيعية ذات رائحة جذابة. نوير الجلنداني، كلية التقنية العليا، مديرة موارد البشرية من شركة بصيص. شركة بصيص هي شركة طلابية مشاركة في إنجاز عمان لعام 2017 من كلية التقنية العليا. رؤية شركتنا هو أن نصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال النماء والاستدامة البيئية. رسالتنا هو تقديم منتجات خضراء عالية الجودة تخدم المجتمع وتحل مشاكل بيئية عالمية. بداياتنا نحن في إنجاز ركزنا على البيئة العمانية، فقامت أسرة يعني شركة بصيص بأنها تبحث في البيئة العمانية من ما تعاني من مشاكل بيئية. وجدنا مشكلة الغاف البحري اللي هي المسكيت، المشكلة البارزة والرائدة في البيئة العمانية. تعزيز لكلامنا قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بشن حملة لا للمسكيت، بالإضافة إلى أن قامت مشروع باقتلاع أشجار الغاف البحري، لما يعني هذه الشجرة ما لها من أضرار جسيمة، من بينها أنها تستنزف مياه الجوفية، تعمل على إحداث ضرر جسيم في أنابيب المياه الصرف الصحي. فاجتمعت أسرة بصيص وقلنا لماذا لا أن نحن لماذا لا نحول الشيء الضار إلى نافع، فأنتجنا أول منتج وهو منتج نسيم. نظرا بما تعاني منه سلطنة عمان ومعظم الدول العربية
بزيادة عدد السكان وزيادة التحضر وزيادة عدد المصانع مما ينتج منه ملوثات بيئية وزيادة عدد درجات الحرارة التي تنتج نتيجة سلبية تدهور في صحة الإنسان وأيضا تدهور بنتيجة سلبية للبيئة. من هنا جاءت شركة بصيص بإنتاج منتجها الأول منتج نسيم التي تم تدشينه في منتصف شهر 8 في وزارة البيئة والشؤون المناخية تحت رعاية وزير البيئة محمد بن سالم التوبي الموقر. منتج نسيم هو عبارة عن جزئين. الجزء الأول عبارة عن قارورة زجاجية تحتوي على عصارة من شجرة الغاف البحري تتميز باللون الزهري، أما الشكل الخارجي هو عبارة عن خشب من أيضا من شجرة الغاف البحري، يمتاز هذا الخشب بصلابة وأيضا باللونه المتميز. كما يمتاز منتج نسيم بعدة روائح مختلفة كرائحة الكرز والتوت والعود الملكي وأيضا تلقي والعطرية وغيره من الروائح المتعددة الفواحة. من مميزات منتج نسيم فأنه هو يعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي بدوره يقلل من درجات الحرارة. أيضا يمتاز أن عصارة المنتج نسيم باللون الزهري بعد تشبعه بثاني أكسيد الكربون يصبح لونه شفاف، فأيضا يكون رواسب كريستالية أسفل قارورة بعد الاستهلاك إمكان التخلص فيه هذه العصارة في النبات كمحسن للتربة. كما يمتاز منتج نسيم بالتغليف الخشبي الصلب والأصيل، هي صورة جمالية للمنتج نسيم. خطوات العمل المنتج، جاء منتج نسيم من شجرة الغاف البحري من الورق والقذع نفسه، فمن الورق تم استخلاص المادة أو العصارة التي تساهم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي بدوره يقلل من درجات الحرارة. أما من قذع شجرة الغاف البحري فهو يتم إنتاج منه الشكل الخارجي للمنتج وهو الشكل الخشبي. منتج استغل شجرة المسكيت الضارة بأوراقها وجذوعها لإنتاج منق للهواء. طبعا لكل مشروع لابد من ان يعني يصادف بالعديد من الصعوبات والعوائق. من بين الصعوبات والعوائق اللي الشركه تواجهتها وان نحصل مكان لصنع الخشب، بحكم ان احنا شركه ناشئه ما عندنا ذاك السيوله لشراء الات يعني حديثه ومتقدمه لقص الخشب ونحت على الخشب. فتعاقدنا مع شركه ارض الابتكار وحلينا المشكله الحمد لله. قامت شركة بصيص بمشاركة في عدة معارض في مختلف محافظات السلطنة، كمعارض الذي أقيمت من قبل مسابقة إنجاز عمان، وأيضا معرض صلالة السياحي ومعرض مؤسسات التعليم العالي وأخرى من المعارض موجودة في مختلف محافظات السلطنة. هذه المعارض كانت جدا ممتازة للشركة، مما توصلنا إلى شريحة كبيرة للمجتمع، قدرنا ان احنا نوصل المنتج الى شريحه واسعه، وكيف يمكن احنا نشوف تقبل الناس لهذا المنتج وكيف يمكن هي طريقه واليه واستراتيجيه البيع للمنتج نسيم. فمن هذه المعارض تلقينا بعض الاسئله والاستفسارات التي ساعدتنا في تطور المنتج وايضا تطور الشركه ككل. طموحات الشركة بأن نصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال التنمية والاستدامة، أن نوصل إلى السوق العالمي وإنتاج منتجات خضراء تخدم المجتمع العماني وتحل مشاكل البيئة. نشكر كل من دعمنا ووقف معنا في صناعة النجاح بصيص من جهات مؤسسات وتجار وغيره من الوزارات. أيضا أوجه بالشكر للأستاذة
طاهرة الراشدي مشرفة الشركة، وأيضا أوجه الشكر إلى جميع الموظفين شركة بصيص الذي ضحوا بوقتهم وضحوا بأنفسهم من أجل طلوع شركة بصيص إلى القمة.